سنذهب وإياكم لنستطلع ما تتناوله سواء كان الصحف الإسرائيلية أو حتى التسريبات من المصادر المطلعة مع المختص في الشأن الإسرائيلي السيد خلدون البرغوثي ينضم وإيانا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. يعني أستاذ خلدون، فعليا هل هنالك بوادر عقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى ما بين المقاومة والجانب الإسرائيلي في ظل وجود تباين للضغوطات الشعبية الإسرائيلية وكذلك تباين في آراء القادة الإسرائيليين؟ يعني بنيامين نتنياهو كان يرفض ذلك حتى وقعت حادثة مقتل الأسرى الثلاثة برصاص الجيش الاحتلال نفسه في قطاع غزة، حينها أدرك أنه سيتم تسليط الضغط عليه من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين، لذلك وافق على إرسال رئيس جهاز الموساد للقاء الوسطاء القطريين تحديدا من أجل بحث إمكانيات عقد صفقة. الآن هل سيتم تنفيذ ذلك أم لا؟ الأمر ليس واضحا بعد، لكن أيضا نتنياهو يبدو أنه يحاول التهرب من ذلك من خلال الحديث عن أن عائلات القتلى الإسرائيليين تضغط عليه للاستمرار بالقتال، وأشار إلى ذلك يوم أمس. القضية يعني أن نتنياهو يرى في أن وقف القتال في قطاع غزة ولو كان بشكل مؤقت قد يؤدي الضغط الدولي عليه إلى تحويله إلى دائم، وهذا يشكل كابوسا بالنسبة لنتنياهو، لأن وقف القتال يعني بحث الإخفاقات وتحقيق فيها، وكل هذا قد يضعه تحت مساءلة ومحاسبة عسيرة ويحاول أن يتجنبها. لكن برأيك فعليا ومع لقاء من المتوقع عقده خلال هذا الأسبوع ما بين رئيس الموساد الإسرائيلي مع رئيس وزراء قطر في أوروبا، هل سيكون هنالك يعني حوار أكثر سلاسة أكثر سهولة في إمكانية عقد صفقة تبادل؟ يعني إلى أين تذهب الآفاق، نحو الإيجابية أم الإيجابية الحذرة؟ اللقاء حسب المصادر العبرية جرى وكانت الأجواء إيجابية كما نقلت مصادر إسرائيلية أو حتى مصادر أخرى، فمن الممكن أن الأمور قد تذهب باتجاه عقد صفقة، لكن أيضا حركة حماس نفسها وضعت شروطا قد تكون مرفوضة بشكل قاطع من قبل إسرائيل، وهو وقف الحرب تماما قبل الحديث عن أي مفاوضات حول الأسرى، هذا ما أعلن يوم أمس. لذلك أين ستكون نقطة التوافق بين الطرفين؟ هذا من الصعب الآن تحديد. الأمر يعود في النهاية إلى المفاوضين وإلى الوسطاء. نعم، فعليا وقف إطلاق النار بشكل دائم وإنهاء هذا العدوان هذا مطلب أساسي بالنسبة للمقاومة من خلال حركة حماس على وجه التحديد، وما أفاد به أيضا السيد أسامة حمدان في عدة لقاءات وغيره من القيادات في حركة حماس بأنه يجب أن يكون هنالك وقف لهذا العدوان الإسرائيلي القائم على قطاع غزة، في حين وجهة نظر نتنياهو الذي جاء مدللا برسائل يوم الأمس كما شاهدنا دعم حديثه ببعض الرسائل والأوراق التي حاول أن يقنع من خلالها الوزراء المجتمعين وإياه والجمهور الإسرائيلي بأن أهالي حتى الجنود الذين قتلوا خلال هذه الحرب يطالبون باستمرارية الحرب والسير على نهج الذين قتلوا. بين هذا وذاك فعليا يعني الكرة من وجهة نظرك إلى أين ستكون في الكفة الراجحة؟ يعني من الصعب تحديد كيف ستحدث الأمور، في النهاية هناك مفاوضات وهناك يعني التنازلات قد يقدمها الطرفان من أجل الوصول إلى التوافق، لكن الشعور العام أن نتنياهو سيحاول التهرب من أي صفقة، لذلك هو
يواجه ضغوط عائلات الأسرى بالرسائل التي أشرت إليها من قبل عائلات القتلى. عائلات الأسرى تريد وقف إطلاق النار من أجل تجنب مقتل أبنائهم، ونتنياهو يستعين بموقف عائلات القتلى الإسرائيليين الذين يدفعون باتجاه الاستمرار لوقف النار، وهذا مؤشر على أن نتنياهو قد يحاول التهرب من صفقة جديدة مستعينا بضغط أو بموقف عائلات القتلى الإسرائيليين مستعينا بهم ضد عائلات الأسرى. هو يعني حسب أحد الأسرى الذين أطلق سراحهم في مقابلة مع القناة الثانية عشرة، قال إن نتنياهو لا يأبه ولا يهتم بمصير الأسرى الإسرائيليين، هو فقط يفكر بنفسه. نتنياهو يرى في توقف الحرب بداية نهاية السياسية، لذلك يسعى إلى إطالة أمدها. وهو متخوف على إمبراطورية العنف والوحشية التي كان قد أسسها، ويحرص على ديمومتها من خلال أنه ينتهك كافة القوانين والحقوق الإنسانية والدولية بمختلف المسميات، ويتعامل بمعايير خاصة به. إجمالا أشكر جزيل الشكر، وسنكون ضمن المتابعة سيد خلدون البرغوثي، مختص في الشأن الإسرائيلي ومتابع كذلك للشؤون الإسرائيلية فيما يتعلق وجانب صفقة التبادل فعليا.